مرحبا 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 بالمستمعين الكرام. احنا اليوم مع الديليغاسيون الماروكان اللي شاركت في البطولة العربية لكرة القدم اللي تنظمت في القاهرة في مصر. الحمد لله الاستعدادات اللي تم الاعداد ديالها داخل المغرب قبل السفر الى الديار المصرية اتت بالوفد ديالها. بالنسبة للإناث حصلوا المرتبة الاولى وبالتالي هم ابطال العرب في كرة القدم. بالنسبه للذكور غير لواحد الاشاره بان البارح كانت المباراه النهائيه اللي كانت ما بين لبنان وما بين عمان، وللتذكير فقط فان عمان ولبنان هما اللي الفريقين اللي كانوا في المجموعه ديال المغرب. غير بور دير هنا بان راه الفريق المغربي ديال الذكور كان في واحد المجموعه مجموعه الموت اللي هما جوج ديال الفرق اللي كانوا معاه في المجموعه هما اللي لعبوا النهائي البارح. الترتيب ديالهم كان 8 على 10 ديال الفرق، وهو التمثيل ديالهم الاكثر من الرياضي، ان التمثيل ديالهم الاجتماعي، التمثيل ديالهم التربوي، التمثيل ديالهم الدراسي داخل هذه البطوله هذه، عبروا على واحد المستوى اللي هو عالي، وعطاو صوره للثقافه المغربيه، عطاو صوره للمغربي كيفاش كيتعامل مع الاخر، كيفاش كيتعايش مع الاخر. الحمد لله جميع المكونات ديال الوفد المغربي اللي كانت في مصر، احنا اليوم جايين وكنفتخروا بالوليدات ديالنا، كنفتخروا ببناتنا، كنفتخروا بوليداتنا على ديك الصوره اللي خلينا على المغرب في داخل الديار المصريه داخل العشر فرق اللي كانت مشاركه في هذه البطوله هذه.